أعلنت شركة مايكروسوفت على مدونتها على شبكة الإنترنت إعادة تسعير خططها الخاصة بخدمة التخزين السحابي ون درايف، حيث شملت هذه التعديلات زيادة في المساحة وخفضا في التكاليف. وسيحصل مستخدمو خدمة ون درايف على مساحة مجانية تصل إلى 15 جيجا بايت بمجرد التسجيل في الخدمة، والتي كانت سابقا تمنح مساحة تصل إلى 7 جيجا بايتات فقط. أما المستخدمون الذين يدفعون ثمنا مقابل الخدمة فستصل مساحة التخزين لديهم إلى ترابايت واحد كجزء من الخطة الخاصة بهم. كما قامت الشركة بخفض تسعيرتها للمساحات الأقل في التخزين السحابي على ون درايف.